في المحاضرة اللي فاتت وصلنا إلى إن إحنا نجيب إكسبريشن للإن فاي في أي حالة نتيجة بالتكامل لو أنا مش عارف أجيب التوتال ويت، وقلنا إن هو هيبقى في الصورة اللي موجودة قدام حضرتك دي. أنا بعيد تاني الكلام اللي اتقال المحاضرة اللي فاتت آخر جزء فيه، والإن فاي مفروض أجيب لها عشان أجيبها لو أنا مش عارف أحسب التوتال ويت عند أي قطاع أفقي، فلازم أجيب حاجة اسمها الدبليو في. الدبليو في دي اللي هي الفيرتيكال كومبوننت أوف لود بير يونت أريا. وقلنا في التكامل دوت بيبقى فيه ثابت تكامل اسمه سي، هنتكلم عنه النهاردة. واتكلمنا كمان المره اللي فاتت على الدبليو في دي. الدبليو في دي ليها اشاره، قلنا ان دي مهمه جدا عشان كده بعيد الحته دي تاني. والدبليو في بتحدد اشارتها من حاجتين: اتجاه التوتال لود بالنسبه للان فاي، وقلنا الان فاي تمام اللي مفروضها تنشن، فلو التوتال لود في اتجاه الان فاي ولا عكسه. ولو انا كنت بكامل بالليميتس كانت الفاي بتاعتي هتيجي ابر ليميت ولا لور ليميت. وقلنا الحاله اللي القانون مثبت عليها ان الدبليو والان فاي في نفس الاتجاه والفاي كانت ابر ليميت، فعشان كده كان الدبليو في اشارتها بوزيتيف. اي واحده من دول اتعكست فكانت هتطلع باشاره نيجاتيف. لو الاثنين اتعكسوا يطلع الدبليو في باشاره بوزيتيف. وخدنا المره اللي فاتت شويه امثله كده ازاي الدبليو في بوزيتيف وازاي الدبليو في تبقى نيجاتيف. هنبتدي بقى النهارده ونشوف ثابت التكامل ده نجيبه ازاي. لما اجي اعوض في القانون بتاع الان فاي عندي ثابت تكامل، ففي حالات لازم يبقى عندي باوندري كونديشن لازم اكون عارفها عشان اجيب منها ثابت التكامل اللي اسمه سي. اول حاله مشهوره قوي اللي هي الاوبن شيلز، الشيلز المفتوحة من فوق، وفي عندي رينج لود كده، اللود ده متوزع على محيط هذه الدايرة وقيمته جي طن على المتر. فأنا لو جيت رحت واخد الجزء دوت كده وكبرته اهوت، هلاقي عندي هنا جي، وطلعت حتة صغيرة من الشيلز هنا الاقي ان فاي عند الزاوية فاي نوت، الان فاي نوت اهيت، وتملي مفردها شد، ادي الجزء اللي طالع من الشيلز، وادي الان فاي نوت شد. الان فاي نوت دي ليها مركبتين، واحدة رأسية واحدة أفقية. المركبة الرأسية لازم تتزن مع الجي، يعني الجي زائد الان فاي نوت ساين فاي نوت لازم يساوي صفر. لو خدت سيجما الفورس في الاتجاه الرأسي يساوي صفر. يطلع من هنا ان قيمة الان فاي نوت عند الزاوية فاي نوت اللي هي عند المكان دوت بتساوي ناقص جي على ساين فاي نوت. يبقى من هنا اعرف على طول ده الكونديشن اللي اجيب منه سي. طبعا لو كانت الجي بصفر يبقى الان فاي نوت عند فاي نوت بتساوي صفر، وده الكونديشن بتاعي. الحاله الثانيه اللي هي الكلوزد شيل، الشيلز المقفوله المدببه. الحالة المدببة اللي موجودة هنا كده أول حالة، الحالة المدببة دي اللي عند هذه البوز في عندي فاي نوت،
لا تساوي صفر. فاللي عند البوز ده لو مفيش عندي كونسنتريتد لود هنا، فعند المكان ده بالظبط اللي عنده فاي بتساوي فاي نوت، لازم الان فاي نوت بتساوي صفر. يبقى ده الكونديشن اللي اجيب منه ثابت التكامل اسمه سي. لو كانت بقى الشيلز بتاعتي جزء من كورة، يعني مش مدببة زي الحالة دي، الحالة دي عند هذا المكان الفاي نوت بصفر ومفيش عندي كونسنتريت دوت ولا حاجة طبعا، فلازم عند هذا المكان الجزء اللي موجود جوه البراكت يساوي صفر وليس ال n فاي تساوي صفر. دي الغلطة الشنيعة اللي معظمكم بيقع فيها، عند الفاي نوت بيساوي صفر ال n فاي نوت لا تساوي صفر، ولكن لو جيت عوضت هتلاقي في القانون هتلاقي في البسط بيساوي صفر والمقام بيساوي صفر. فعشان يبقى فيه فاليو للان فاي يبقى لازم الجزء اللي هو موجود جوه البراكت ده اللي موجود جوه التكامل عند فاي بيساوي فاي نوت، لازم هذا الجزء بيساوي صفر. نفس الكلام لو عندي عند الفاي بيساوي 180 والشيلز بتاعتي كانت جزء من كورة زي الحالة دي، عشان يبقى في فاليو للان فاي عند الفاي بيساوي 180 لازم البسط بتاعي لازم يساوي صفر. وبكرر تاني ان مش الان فاي تساوي صفر، انما البسط يساوي صفر عشان يبقى صفر على صفر، واقدر بعد كده اخد الليمت واجيب فاليو للـ n فاي عند الفاي بيساوي 180. هنشوف امثله للكلام ده بعد شويه. دول شويه الحالات المشهوره اللي نقدر عارفين فيها الباوندري كونديشن بتاع الـ n فاي. كل كلامنا لغايه دلوقتي على كيفيه ايجاد الـ n فاي. الان سيتا عشان اجيبها لازم اكون عارف الان فاي، لان في علاقه بين الان فاي والان سيتا، فلازم عشان اجيب الان سيتا لازم اكون عارف الان فاي. فبعد ما اجيب الان فاي هعوض في القانون ده الان فاي على ار واحد زائد الان سيتا على ار اتنين بتساوي ناقص البي ار. الإثبات بتاع القانون ده هتلاقيه موجود عند حضرتك في المذكرة، فمفيش داعي إن أنا أضيع وقت فيه هنا في المحاضرة، فياريت حضرتك تبص فيه. تعالى نحل، ناخد مثال نفس المثال اللي احنا حليناه المرة اللي فاتت، بس أنا هحله بقى عن طريق التكامل. افرض أنا ما كنتش حافظ أو نسيت المساحة السطحية بتاعت الطاقية أو الجزء من الكورة، مكنتش حافظها أو نسيتها، فهبتدي أستخدم الجنرال اكسبريشن بتاع الـ n فاي، يعني هبتدي أكامل. طبعا هنا نفس المثال ده اللي حليناه قبل كده، هاخد مرة قطاع في الفاي من 0 لغاية باي على 2، ومرة تانية هاخد من باي على 2 لغاية باي. ناخد الجزء الاولاني اللي هو من الفاي في من 0 لباي على 2، الدبليو في الار واحد بتساوي الار اتنين بتساوي كابيتال ار، دي ما فيهاش خلاف. نيجي للدبليو في اللي هي الفيرتيكال كومبوننت اوف لود بير يونت اريا، لما اخد شريحه كده اهيت
قطعت الشيلز بتاعتي بمستوى افقي، فطلعت حتة الجزء من الكرة دي، والزاوية دي فاي، وادي ال ان فاي شد، فرضها شد. دلوقتي ال دبليو في ال vertical component of operated unit area هي جي، الوزن زائد ولا ناقص؟ نشوف. دلوقتي التوتال لود كان نازل لتحت والان فاي لتحت، يعني في اتجاه واحد. طب ده اول حاجه. الشرط الثاني، لو كنت هكامل منين؟ هكامل من فاي بتساوي زيرو لغايه فاي بتساوي فاي، يبقى الفاريبل فاي بتاعي ابر ليميت، تبقى هنا الفاي ابر ليميت، والدبليو مع الان فاي تبقى جي بالذات. هعوض بقى في القانون اللي اتكلمنا فيه اهوت، وكامل هيطلع عندي ساين، هكملها تبقى ناقص كوساين زائد الكونستانت اللي احنا اتكلمنا عنه. اجيب الكونستانت منين؟ من عند هذا المكان، عند الفاي بتساوي زيرو. لو جيت عوضت لازم هيطلع المقام بصفر، يبقى ده ما النهايه، يبقى لازم يطلع البسط، احط لازم البسط بصفر وليس الان فاي بصفر. عشان البسط بصفر يبقى الجزء اللي جوه البراكت ده بصفر، عند الفاي بتساوي زيرو اهو، كوساين صفر بواحد وناقص جي ار تربيع زائد سي بيساوي صفر، يطلع السي بجي ار تربيع. اعوض يطلع الكلام ده. في مشكلة هنا بقى، ما سيبش الكلام ده كده، لأن أنا لو جيت عوضت وأنا جيت أرسم الـ N فاي وعوضت عن الفاي بصفر، يطلع عند إن البسط بصفر والمقام بصفر، يعني يطلع ده بما النهاية. فلازم أختصر البسط مع المقام بأي طريقة، أحاول أختصر البسط مع المقام، يا إما أخد الليميت للـ N فاي عند الفاي بتساوي صفر. هنا سهل قوي ان اختصر ده مع ده، يبقى في المقام واحد زائد كوساين فاي بإشارة ناقص، بالظبط زي اللي طلع زي اللي طلعت، نفس الحل اللي احنا حليناه قبل كده. عشان نجيب بقى الان سيتا لازم اجيب البي ار. فانا كان عندي لو خدت حتة شريحة من الشيلز كده على زاوية فاي اهيت، بزاوية فاي، هلاقي عندي اللود اللي اسمه جي. جي ده هيتحلل مركبتين، واحدة في الاتجاه ده واحدة في الاتجاه ده. المركبة دي اسمها بي ار، ورايحة للاكس اوف روتيشن تبقى بوزيتيف، بتساوي ايه؟ بتساوي جي كوساين فاي. يبقى البي ار بتاعتي بتساوي جي كوساين فاي، وانا عندي الان فاي على ار واحد اللي هي ار، زائد الان سيتا على ار اتنين اللي هي ار، بتساوي ناقص البي ار. فعوض بالبي ار اللي هي جي كوساين فاي، وعوض بالان فاي اللي انا هجبتها من فوق، هجيب الان سيتا. خلاص كده جبت الان فاي وجبت الان سيتا، اقدر بقى ارسم الكلام ده لديفرنت فاي. تعال نشوف الجزء الثاني من الشيلز لنفس المسألة. هاخد شريحة من تحت وابعد عن السبورت، عند الفاي بتساوي من فاي على باي على اتنين لغاية باي، اهو قطعت كده، وادي الشيلز، ادي الزاوية فاي بتاعتي، وفرضت الان فاي شد اهوت، واللود نازل لتحت، يبقى هنا الان فاي عكس اللود، يبقى فيه اشاره ناقص. لو كنت هكامل من فاي لغايه باي على اتنين، يبقى الفاي هنا بقت لور ليميت، يبقى ناقص في ناقص بزائد، تبقى الدبليو في باشاره زائد، تبقى هي الدبليو في هي جي، وار واحد بتساوي ار اتنين بتساوي كابيتال ار. هعوض في القانون
وكامل. وبعدين عايز اجيب سالب التكامل اللي اسمه سي برضو عند الفاي بتساوي 180، لازم البسط يساوي صفر. البسط اللي هو ده اهوت، يطلع ان السي اللي هي ثابت التكامل بتساوي ناقص جي على ار تربيع، ناقص جي في ار تربيع برضو اهوت اهوت، ادي الان فاي هي اللي طلعت قبل كده، بس ما سيبهاش كده برضو، لان لما اجي اعوض عند الفاي ب 180 هلاقي ان البسط المقام بيساوي صفر، يطلع ده بمعنى النهايه. فلازم اختصر البسط مع المقام، يا اما اخد الليمت. هنا سهل قوي ان اختصر البسط مع المقام، يطلع المقام 1 ناقص كوساين فاي. نفس الكلام اللي طلع في الحل اللي عملناه قبل كده. عشان اجيب الان سيتا هاخد جزء من الشيلز، ادي جزء من الشيلز اهو، على بعد فاي، ادي حتة من الشيلز اهيت، حتة من الشيلز، والزاوية دي فاي، تبقى الزاوية دي 180 ناقص فاي، والحتة دي عليها لود مقداره جي. احللهم مركبتين، واحدة تطلع كده اسمها بي ار، واحدة تطلع كده زي ما تطلع. انا يهمني دي، دي عبارة عن ايه؟ بي ار كوساين الزاوية ديت اللي هي 180 ناقص فاي اللي هي الزاوية دي. طيب بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ دي خارجة، المتجه ده خارج من الاكس بروتيشن، بيبعد عنه مش داخل عليه، يبقى بالناقص. تبقى البي ار بتساوي ناقص جي كوساين 180 ناقص فاي، وكوساين 180 ناقص فاي بيساوي ناقص كوساين فاي، تبقى ناقص في ناقص بزائد، تبقى البي ار بتساوي جي كوساين فاي. يبقى دي البي ار بتاعتي. يبقى القانون ان فاي على ار واحد زائد ان سيتا على ار اتنين بتساوي ناقص بي ار، يعني ناقص جي كوساين فاي. هعوض بقى بالان فاي والبي ار، هجيب الان سيتا، هبتدي بقى اخد ديفرنت فاي وارسم الان فاي والان سيتا على الميريديان بتاع هذا الشيلس. خلاص كده تعال ناخد مثال تاني كده. خلاص كده كده تقريبا احنا خلصنا الشيلز، بس بقى افكار وازاي نحسب ال W V وازاي نحسب ال R1 وال R2 لاشكال مختلفة من الشيلز. تعال نشوف الكلام ده يتعمل ازاي، انما مفيش حاجة جديدة هنقولها. افرض عندي دبل كيرفت شيل زي اللي موجودة قدام حضرتك دي، دبل كيرفت شيل يعني شيلز ليها جزء له كيرفتشر راديوس بتاعه اسمه ايه، والجزء التاني التحتاني ده اللي هو نمرة اتنين له راديوس مقداره بي، ده الاوريجن بتاعه هنا وده الاوريجن بتاعه هنا. لما نيجي نحل الشيلز دي هاخد شريحة في الجزء الاولاني اللي هو الجزء الفوقاني اهوت، شريحة في الجزء الفوقاني اهو على زاوية فاي، ادي الزاوية فاي لان هي دي مركز التقوس بتاع الجزء الاولاني. ار واحد بتساوي ايه؟ البارت الاولاني على فكرة بيتغير في الفاي من 90 لغاية 135، فانا هاخد شريحة هقطع
بمستوى افقي على زاوية فاي، مستوى افقي كده والزاوية دي تبقى فاي. ار واحد شكلها ايه؟ خارجة من الاكس اوف روتيشن، وهي نفسها ار اتنين، تبقى ار واحد بتساوي ار اتنين بتساوي ايه؟ ولما قطعت كده ظهرت الان فاي اهي، ان فاي واحد شد اهي، والشيلد دي كانت تحت تأثير اون ويت، فاللود بتاعي كان نازل لتحت يعني في اتجاه الان فاي. طيب يبقى دبليو في دي بوزيتيف جي ولا نيجاتيف جي؟ انا بدأت تشيل تحت تأثير اتس اون ويت جي، بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ نشوف الدبليو في اتجاه الان فاي، ولو كنت هكامل من زاوية باي على اتنين لغاية فاي، يبقى الفاي بتاعتي كانت upper limit، يبقى الفاي upper limit والدبليو في اتجاه الان فاي، يبقى معنى كده ان الدبليو في بالذات جي. طب نشوف الجزء التحتاني، الجزء التحتاني اللي هو الفاي في، هشوف دلوقتي هعمله ازاي. ادي الجزء التحتاني اهو، الجزء التحتاني اهو، طبعا هنا اهو عند تقابل الجزء الفوقاني بالتحتاني انا عارف القيمة دي بكام، دي قيمة ال N فاي اللي جاية من الجزء الفوقاني عند فاي بمية خمسة وتلاتين، فدي قيمة N فاي معروفة، دي كأنها applied load. وادي الاوريجين او الريديوس اوف كيرفتشر بتاع الميريديان بتاع الجزء التحتاني، انا قطعت كده الشيلز مستوى افقي اهوت على زاوية فاي، يبقى ادي الزاوية فاي اهي، خلي بالك معايا بلف كل ده من خط رأسي عند مركز التقوس او واحد، هلف عكس عقارب الساعة، يبقى هي الزاوية دي كل دي فاي، وتبقى من او واحد لغاية النقطة دي هي دي ار واحد اللي هي بتساوي بي، بي دي بقى داخلة على الاكس اوف روتيشن، تبقى ار واحد باشارة نيجاتيف ناقص بي. طب وار اتنين؟ ار اتنين همد ده من لغاية الاكس اوف روتيشن، يبقى دي او اتنين، وتبقى من او اتنين لغاية النقطة دي هي دي ار اتنين. طيب ولو الزاوية دي فاي اللي اتكلمنا عنها، تبقى الزاوية دي 360 ناقص فاي. طب ازاي اجيب بقى ار اتنين؟ تمالي انا لازم اكتب ار واحد وار اتنين بدلالة الفاي وبدلالة المعطيات بتاعت المسألة، فبسيطة ان ار واحد الطول ده زائد الطول ده ساين الزاوية دي بيساوي المسافة الأفقية اللي موجودة هنا، أقول تاني R1 اللي هي الطول ده زائد الطول ده اللي هو اسمه R2 ساين الزاوية دي بيساوي المسافة الأفقية اللي موجودة هنا. طب والمسافة الأفقية اللي موجودة هنا دي عبارة عن إيه؟ دي من معطيات المسألة. لو بصيت تاني فوق كده، معلش نرجع تاني فوق، هلاقي ان دي اسمها بي والمسافة دي اسمها سي، فتبقى بي زائد سي دول معطيات في المسألة، تبقى ار واحد زائد ار اتنين ساين 360 ناقص فاي بيساوي بي زائد سي. من هنا اقدر اجيب ايه؟ ار اتنين، لان ار واحد هي بي
خلي بالك ان ار واحد هنا هي بي، فتبقى ار اتنين عبارة عن ناقص بي زائد سي على ساين فاي ناقص بي. نفس الكلام ده، بس جبت انا ار واحد الناحية التانية وار واحد عوضت عنها بايه؟ ببي كفاليو وليس بإشارة. يبقى جبت كده ار اتنين. طيب عايز اعرف ال دبليو في اللي هي ال vertical component of loop per unit area. هنا ال n phi ادي ده تحت تأثير on weight، فتملي ال w رأسية لتحت وموجودة في ال axis of rotation من التماثل. ال n phi في اتجاهها، يبقى خلاص كده يبقى ال w في اتجاه ال n phi. طب لو انا بكامل بقى كنت هكامل منين؟ كنت هكامل من فاي، الحتة اللي انا قاطعها دي انا قاطع كده وبكامل، بكامل الجزء ده، يبقى كنت هكامل من فاي لغاية كام؟ لغاية قيمة معروفة، تبقى الفاي هنا lower limit، يبقى الدبليو في بناقص جي. اتمنى تكون دي اتفهمت. طيب لو جينا بصينا على القبة بتاعة الجامعة كده، لو سمحت وانت جاي كده او النهاردة جامعة، فبص على القبة كده هتلاقي القبة دي عبارة عن ايه. لو ببتدي من فوق خالص هتلاقي عبارة عن حتة عاملة زي الكون مخروط، وبعدين في زي كاميرا دائرية موجودة مكلكعة كده لفة حوالين نهاية المخروط دوت، وبعدين جزء اسطواني، وبعدين حتة مكلكعة كده زي الكاميرا الدائرية، وبعدين جسم القبة الكبير خالص اللي عاملة زي اللي انت بتشوفها المدورة دي، وبعدين هتلاقي برضو في كاميرا دائرية موجودة في نهايتها، وبعدين حاجة رأسية اسطوانة رأسية. الكاميرا الدائرية دي بنسميها رينج بيم. رينج بيم ايه بقى موضوع الرينج بيم ده؟ رينج بيم دي عاملة بالظبط زي حزام البنطلون، محزمة الايه؟ البنطلون على جسمك، دي محزمة الشيلز في نهايتها. ليه؟ تعال نبص كده، وليكن مثلا عندي شيلز بسيطة زي اللي موجودة قدام حضرتك دي، ادي شيلز وجات انتهت طبعا وقفت على مجموعة عمدان او اسطوانة دائرية موجودة هنا. عند تقابل الشيلز دي مع مجموعة العمدان دي او الفيرتيكال سبورتس الموجودة هنا دي، لازم يبقى عندي ما يسمى بالرينج بيم. ليه؟ تعال نشوف. طبعا لما احل الشيلز تحت تأثير مثلا الاون ويت، اكيد السكشن ده هيطلع عليه كومبريشن فورس نتيجة الاون ويت اللي موجود عندي بتاع الشيلز، فهيطلع كومبريشن. فادي جزء من الشيلز اهيت الحتة الاخرانية، تعالى انا كبرت الحتة دي كده اللي هي عند زاوية اسمها فاي نوت، وبصيت على الرينج بيم دوت، طلعت منه حتة من الشيلز وانا كنت متأكد من الحل بتاعي ان ال n phi نوت عند هذا المكان كومبريشن فهي ضغط. المركبة
بتاعت ال N5 دي ليها مركبتين، واحدة رأسية لتحت واحدة أفقية لفوق. المركبة الرأسية هتتشال بالفيرتيكال سبورتس الموجودة عندي، اللي هي العمدان دي أو أي حاجة موجودة عندي، اللي هي دي ال N5 نوت ساين 5 نوت. إنما في مركبة أفقية اللي هي ال N5 نوت كوساين 5 نوت، المركبة دي فورس موجودة في اتجاه الراديوس بتاع الدايرة اللي على محيطها موجود الرينج بيم ده. دي مفيش حاجة تشيلها إلا لو أنا حطيت الرينج بيم، يبقى الرينج بيم موجود عشان ياخد القوة الأفقية من الموجودة من مركبة ال N5 نوت. الناس اللي في المواقع يقول لك لازم احط رينج بيم عشان ياخد الرفس بتاع الايه بتاع الشيلز. هو متخيل ان الشيلز دي عايزة توسع، عايزة تكبر نتيجة المركبة الأفقية بتاعتها، فبترفس الايه الرينج بيم، فلازم ايه احزمها عشان تاخد ايه القوة الأفقية دي. ادي الرينج بيم اللي نص قطرها ار نوت، ودي موجود عليها فورس زي ما انت حضرتك شايف كده، فورس في اتجاه الراديوس مقدارها ان فاي نوت كوساين فاي نوت. لو جيت رحت قاطع الشيلز الرينج بيم دي بأي مستوى أفقي كده وخدت الجزء دوت بعمل له اتزان، هلاقي محصلة القوة اللي عاملة زي الأشعة دي كلها اللي هي ال N فاي نوت كوساين فاي نوت، المحصلة بتاعتها بتساوي N فاي نوت كوساين فاي نوت مضروبة في المسقط الأفقي بتاع الرينج بيم اللي هو كام؟ 2 ار نوت، اللي هو ده الديامتر 2 ار نوت. ادي محصلة القوة ديت. محصلة القوة دي هتتزن او هتتشال ب 2 كومبوننت متساويين في المقدار، اللي هما القوة اللي موجودة في الرينج بيم اللي هي واحدة هنا وواحدة هنا. يبقى أي واحدة من دول سواء دي أو دي قيمتها نص القيمة ديت، يعني قيمتها إن فاي نوت كوساين فاي نوت في أر نوت. وطبعا واضح إن هي شد، فعشان كده الرينج بيم دي عليها نورمال فورس شد قيمتها إن فاي نوت كوساين فاي نوت في أر نوت. امتى بنحط الرينج بيم ده؟ الرينج بيم ده تملي بيتحط عند تقابل كل اتنين شيلز مختلف، مش مماسين، المماس عندهم مختلف. يعني مثلا زي الحالة اللي بنتكلم عنها عندنا هنا، عندي شيلز اهيت انتهت وجه عندي اسطوانة مثلا هنا، او عندي شوية عمدان موجودة وفيها كم، فحصل تغير ايه في المماس هنا، ده كان ليه مماس غير المماس بتاع الاسطوانة، وبالتالي لازم يتحط رنج بيه. هتلاقي قبة الجامعة في كذا رنج بيه فوق خالص، الكون لما جه ينتهي ففي رنج بيه مع الاسطوانة، وبعدين الاسطوانة مع الدوم بقى في رينج بيم، والدوم الكبيرة خالص دي جت وقفت على اسطوانة تاني تحت فحصل رينج بيم. هتلاقي فيه حزام كده، كذا حزام موجود في القبة بتاعت الجامعة.
حالة خاصة من الشيلز اللي هي الكونيكال شيل، اللي هي الشيل الاسطوانية، حالة خاصة. تعال نتكلم عنها بسرعة كده، مش حاجة جديدة، لأن هي حالة خاصة. هنا الراسم عبارة عن خط، الراسم بتاع الشيلز اللي بيلف 360 درجة حوالين محور الدوران عبارة عن خط. الار واحد ده في ما لا نهاية، والزاوية فاي دي كونستنت، ما بتقلش متغيرة. الزاوية فاي اللي احنا كنا واخدينها تملي ان هي المتغير بتاعنا وعمال اكمل عليه، ما بقتش متغير، بقى كونستنت. يبقى في مشكلة بقى هنا، يبقى لازم ادور على متغير جديد غير الزاوية فاي. المتغير الجديد ده هو اللي بنسميه اس، حيث الاس دي مقاسة من بوز الكون حتى السكشن اللي انا بحسب عنه. في علاقة بين الار اتنين والفاي والاس، ان الاس على ار اتنين بيساوي زاوية فاي، يعني الار اتنين بتساوي اس على تان فاي. وزمان كنت باخد حتة صغيرة كده من الميريديان كان طولها ار 1 دي فاي، لو نرجع كده للاثبات بتاعنا اللي اثبتناه واحنا بنثبت القانون، كنا بناخد حتة صغيرة من الشيلز اسمها ار 1 دي فاي، بقت هنا بدل ار 1 دي فاي بقى اسمها ايه بقى؟ دي اس. طيب لو انا عملت بقى كده، ادي القانون اللي احنا كنا بنجيب، اللي احنا كنا بنستخدمه، الار 2 بقت عبارة دلوقتي عن اس تان فاي على تان فاي، والار واحد دي فاي بقت عبارة عن دي اس. لما اعوض كده يطلع القانون بتاعي، هو القانون البسيط دوت، بقى فيه المتغير اللي اسمه اس. خلي بالك انا طلعت الساين فاي بره لان الفاي بقت كونستنت، فالساين فاي دي بره تطلع بره التكامل دلوقتي، تروح مع واحدة من المقام هنا، فيبقى القانون البسيط ده بالنسبة للان فاي بالنسبة للايه؟ للكون. وخلي بالك بكرر تاني ان الاس بتاعتي هي منين بقى؟ من بوز الكون لغاية ايه؟ لغاية السكشن اللي انا بحسب عنه. وبقى هو ده المتغير بتاعي اللي اسمه اس. عشان نجيب ال ان سيتا، الار واحد بقت مال نهاية، بأي حاجة على مال نهاية بصفر، فمبقاش عندي غير ال ان سيتا على ار اتنين بتساوي ناقص بي ار، يبقى ال ان سيتا بتساوي ناقص بي ار على مضروبة في ار اتنين اللي هي كام؟ اس على تان فاي. ادي الان سيتا في حالة الايه؟ في حالة الكون. تعال ناخد مثال، افرض انا خدت، افرض انا عندي كون كده اهوت، وجه في كون، جزء من كون مقلوب اللي هو ده، الكون ده الجزء ده لو انا مديته كده هيبقى كون كامل بس مقلوب، بوزه تحت هنا خالص بس انا قاطعه، انا مش موجود الباقي بتاعه، فهو جزء من ايه؟ كون اهو دوت، وفي جزء خارجي، جزء من كون مقلوب.
يعني هم عبارة عن inner cone و outer cone، بس ال outer cone ده جزء مش كامل، جزء من cone. تعال ناخد ال inner، ادي القانون بتاعه اهوت، وعندي هنا عايز اشوف بقى طبعا الجي الدبليو في اللي هي بتساوي الجي دي بوزيتيف ولا نيجاتيف. نفس الكونسبت اللي كنت شغال بيه قبل كده، لما اقطع الدبليو في اتجاه الان فاي، ايوه في اتجاه، لو انا قطعت الكون ده باي مستوى افقي كده الدبليو في اتجاه الان فاي، هكامل. كنت هكامل منين بقى؟ من زيرو لغايه اس، يبقى الاس كانت ابر ليميت، يبقى الدبليو في بتساوي جي. ده بالنسبه للكون اللي هو كواد باوندري كونديشن عند الاس بتساوي صفر، دي زي البوينت تشيل، الاس بتساوي صفر، الان فاي بتساوي صفر، يبقى السي بصفر، يبقى جبت انا كده الايه؟ الان فاي. خلاص عايز اجيب البي ار، فواخد حته صغيره من الشيلز اهي او من الكون، سطح الكون عليها لود مقداره جي، تحلل كده تبقى جي كوساين فاي، تبقى ودي داخله على الاكس اوف روتيشن بتاع الشيلز، تبقى البي ار هنا باشاره زائد. يبقى خلاص انا جبت هنا البي ار، هقدر اجيب الان سيتا. يبقى كده انا حليت الكون الداخلي. الكون الخارجي بقى، الكون الخارجي هقطع جزء فيه، هو بقى ده صعب شوية، خلي بالك بقى شوية، هقطع كده حتة من الكون الخارجي، يطلع الحتة البرانية دي، محتاج أشوف الـ WVD positive ولا negative. لما أقطع كده هحط الـ N phi كأنها شد أهو، وال W في اتجاهها اهوت، يبقى ال W في اتجاه ال N فاي. خلاص ادي اول حاجه. الحاجه الثانيه هكامل، كنت اكامل منين؟ ادي البوز الوهمي بتاع الشيلز الخارجيه اهو، كنت هكامل من عند اس نوت، دي قيمه معروفه، سوري كنت هكامل من اس لغايه اس نوت، يبقى الاس بتاعتي هنا هتملي الاس بتاعتي بقيسها من البوز بتاع الكون، فمن اس اللي هي المسافه دي لغايه اس نوت، لما اتحرك من بوز الكون كده من هنا اوصل للاس، يبقى كامل من اس لغايه اس نوت. اس نوت دي حاجه معروفه، يبقى الاس كانت لور ليميت، يبقى عندي هنا الان فاي في اتجاه الدبليو، خلاص دي كويسه، يبقى ده بوزيتيف. انما التكامل بتاعي كان من اس جت في اللور ليميت، يبقى هنا الدبليو في لازم تيجي باشاره ناقص جي. تمام، هعوض بقى في القانون وكامل، وهجيب ايه؟ عايز اجيب ثابت التكامل، اجيب ثابت التكامل. ايه الباوندري كونديشن اللي معروف عندي؟ لما اقطع عند هذا المكان اللي عنده اس بتساوي اس نوت،
ال ان 5 بصفر لان ده ناحيه الهواء مفيش حاجه. يبقى عند الاس بتساوي اس نوت ال ان 5 بتساوي صفر. اجيب ثابت التكامل يبقى خلاص كده جبت ايه ال ان 5. اقدر بعد كده اجيب الايه البي ار ال ان ثيتا. ادي ال ان 5 اهيت مفيهاش مشكله. تعالى نشوف بقى ازاي نجيب البي ار عشان نجيب ان ثيتا. ادي حته من الشيلز اهي عليها لود كده مقداره جي، والزاويه دي اسمها فاي نوت او فاي شرطه، دي معروفه. احلل دي مركبتين، المركبه دي جي كوساين فاي نوت. مالها دي؟ دي خارجه من الاكس اوف روتيشن، تبقى باشاره ناقص. يبقى معنى كده ان البي ار بتاعتي بتساوي ناقص جي كوساين فاي نوت او فاي شرط. خلاص انا جبت البي ار، اقدر اجيب الان ثيتا اهو في القانون واجيب الان ثيتا قدام حضرتك. نشوف مثال تاني كده بسرعة. المسألة دي كانت مسألة إحدى سنين، مش عارف كايز، كنت جبتها في امتحان كده. عبارة عن نفس التانك البسيط اللي احنا حليناه كذا مرة، بس بدل ما كنت بحله نتيجة تحت تأثير وزنه، أنا هحله تحت تأثير المية، وجود مية مالية نص التانك. النص الفوقاني ما فيهوش مية، يبقى أنا بس بدرس إيه النص التحتاني. طيب هنا ده عبارة عن جزء من كورة، كورة. التانك عبارة عن كورة الريدس بتاعها ار، فيبقى ار واحد بيساوي ار اتنين بيساوي كابيتال ار، دي ما فيهاش فصال. تعالى بقى الجزء الفوقاني اللي هي الفاي في بتتغير من زيرو لغايه باي على اتنين، ده ما فيهوش حاجه، كان ملوش اي تاثير، يعني كان التانك ده النص الفوقاني ده مش موجود. النص التحتاني اللي هو الفاي في بتتغير من 90 درجة ل 180 درجة هقطع فيه اهو. قطعت كده، خدت حتة من الشيلز. ادي المية موجودة هنا، وادي الزاوية فاي. وار واحد بتساوي ار اتنين بتساوي كابيتال ار، تبقى الزاوية دي 180 ناقص فاي. ولما اقطع كده يظهر لي الان فاي شد اهي، هفرضها كانها شد ان فاي. عند هذا السكشن نتيجه تاثير الميه اللي على بعد ارتفاع اتش، في عندي مركبه للبريشر بتاع الميه بتساوي جاما في اتش، بتساوي الشكل دوت. المركبة الرأسية الدبليو في اللي هي الـ Vertical Component of Loop per Unit Area بتساوي جاما في اتش في ايه؟ في كوساين الزاوية 180 ناقص فاي. طيب دي المركبة الرأسية في كوساين الزاوية دي، يبقى دي المركبة الرأسية بتاعت الايه؟ ال دبليو في. بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ تعال نشوف. ال دبليو بتأثر لتحت، وال ان فاي عكسها، يبقى في إشارة ناقص هنا. ولو كنت بكامل كنت هكامل منين؟ هكامل من الفاي لغاية 180، تبقى الفاي لور، يبقى في إشارة ناقص كمان، فناقص في ناقص بزائد. يبقى الـ WV
بيساوي جاما في اتش كوساين 180 ناقص فاي. الاتش دي لازم اكتبها دلالة الفاي اللي هي بتساوي ار كوساين 180 ناقص فاي. فيبقى اشيل الاتش من هنا وحط بدلها ار في كوساين، فتبقى كوساين تربيع. وكوساين 180 ناقص فاي بناقص كوساين فاي بس متربعة، ففي الاخر خالص بقت ناقص في ناقص بزائد تبقى كوساين تربيع فاي. يبقى دي ال W V بتاعتي. تعالى كمان نجهز ال PR. ال PR هي في الحقيقة هي المركبة دي جاما في H زائد ولا ناقص، دي خارجة من الاكس اوف روتيشن تبقى بالناقص، يبقى ناقص جاما في H. وال H عبارة عن ايه؟ R كوساين 180 ناقص فاي، وكوساين 180 ناقص فاي بناقص كوساين فاي تبقى ناقص في ناقص بزائد، تبقى ال PR بتساوي R كوساين جاما في ار في كوساين فاي. خلاص كده انا جهزت كل حاجه، هم دول شويه الحاجات اللي لو انا جهزتهم صح، الار واحد والار اتنين والدبليو بي والبي ار، جهزت دول خلاص حليت المساله. الباقي سيستماتيك، اعوض في القانون اكامل، اعوضت اهوت، عندي هنا كوساين تربيع وساين، والباقي ده كله كونستانت، فهنا يبقى دي داله في مشتقتها، فالتكامل كوساين تكعيب على 3 باشاره ناقص، ادي ناقص تلت كوساين تكعيب على 3 زائد كونستانت. اختصر بس الكلام ده شويه كده، اطلع شويه حاجات كده، وعايز اجيب الباوندري كونديشن. باوندري كونديشن فين بقى؟ عند الفاي بتساوي باي اللي هي تحت خالص، لازم البسط ده يساوي صفر، فيبقى ده بيساوي صفر، يبقى سيب ناقص واحد، جبت كده ان فاي. زي ما بقول ما سيبش ده كده، ما سيبش ده كده، لان لما جيت هنا لو جيت حسبت الان فاي عند باي عند باي يطلع المقام ده بصفر، يبقى ده بما لا نهايه، وهي مش ما لا نهايه، هيطلع صفر على صفر. فعندي حلين، يا اما احاول اختصر الباست مع المقام، يا اما اخد الليمت عند الفاي بتساوي 180. اي حاجه بقى تعجبك. انا هنا سهلت لك الدنيا وحاولت اختصر الباست مع المقام، اختصر الباست مع المقام اهو. عملت ايه؟ زودت كوساين تربيع ونقصت كوساين تربيع، ما غيرتش حاجه، نقصت كوساين تربيع فاي وزودت كوساين تربيع فاي، بعدين خدت دول الكوساين تربيع والكوساين تكعيب، طلعت منها مشترك كوساين تربيع، وبعدين الساين تربيع في ساين تربيع، معلش في ساين تربيع هنا، في ساين تربيع فاي ممسوح. الساين تربيع دي اللي هي واحد ناقص كوساين، واحد ناقص كوساين تربيع، يعني هنا في واحد ناقص كوساين تربيع في المقام هنا، اللي هي الساين تربيع هي نفسها واحد ناقص كوساين تربيع، فالواحد ناقص كوساين تربيع هتروح مع دي، فيبقى واحد والكوساين تربيع، وهنا واحد زائد كوساين تربيع، واحد زائد كوساين هيبقى واحد ناقص كوساين كده، يبقى دي ال N فاي. هبتدي بقى اعوض بديفرنت فاي اهوت. هتبص خد بالك عند ال 180 ما بقتش بصفر، انما ليها قيمه اهي. عشان ارسم ال n فاي اخد بقى different value من الفاي عند 90 120 150 180
وارسم توزيع الديستريبيوشن بتاع ال N فاي على الميريديان كيرف. بعد كده اقدر اجيب الايه ال N سيتا، لان انا كنت جايب ال PR قبل كده، فاقدر احل المساله اكمل المساله. في اكزامبل تاني موجود عند حضرتك هنا، ريت عايزك تبص عليه برضو. دي عبارة بقى عن جزئين من الشيلز، الجزء الجواني عبارة عن جزء من كرة، دي زي الشيلز اللي حليناها قبل كده كذا مرة يعني، مفيهاش مشاكل. الجزء البراني اللي هو دوت الجزء الفوقي الجواني، طبعا الار واحد بتساوي ار اتنين بتساوي ايه، والدبليو في بتساوي جي، مفيهاش مشكلة. ويطلع تقريبا هو نفس الحل بتاع المسألة اللي حليناها، الجزء الفوقاني من بتاع المسألة الكورة. إنما الجزء الجديد هو الجزء البراني اللي هو ده، هو الجزء البراني اللي هو دوت. لما اقطع في مستوى افق كده ادي الاورجن بتاع O1، وادي الزاوية اللي اسمها فاي، كل الزاوية دي، ودي الزاوية اسمها فاي شرطة، دي 360 ناقص فاي. ولما قطعت كده بمستوى افقي هحط ال N فاي كأنها شد اهوت، و R واحد هتبقى من هنا لغاية هنا اللي هي المسافة ايه اللي انا مديها لك في المسألة، بس دي بإشارة ناقص لأنها داخلة للأكس أوف روتيشن. مشكلة إزاي أجيب بقى آر اتنين، المشكلة هي إزاي أجيب آر اتنين. ببساطة كده أدي آر اتنين من النقطة دي لغاية الأكس أوف روتيشن، والزاوية دي اللي اسمها فاي شرطة اللي هي 360 ناقص فاي. الطول ده زائد الطول ده اللي هي ار واحد زائد ار اتنين بس كوساين ساين فاي شرطة بيساوي المسافة الأفقية اللي موجودة عندي هنا اللي هي كانت 2 ايه ساين 45. وعندي ار واحد دي اللي هي بتساوي ايه، يبقى اقدر اجيب ار اتنين تطلع بالشكل ده، يبقى جبت انا ار اتنين. طيب عايز اجيب ال WV، ال WV اجيبها ازاي؟ ببساطة ده تحت تأثير اون ويت، فال W لتحت في نفس اتجاه ال N فاي، فده خلاص كده اول شرط بتحقق. الشرط التاني لو كنت هكامل، كنت هكامل من فاي لغاية فاي لغاية 360 ناقص 15 يعني 345، بقت الفاي بتاعتي دلوقتي فين؟ lower limit، يبقى ال WV بإشارة ناقص جي. خلاص كده جهزت ال R1 وال R2 وال WV، يبقى جهزت كل حاجة، أقدر أكمل وأكامل والكلام ده. ازاي اجيب البي ار؟ تخيل ان خدت حته من الشيلز اهي وعليها لود مقداره جي،
ده يتحلل كده مركبة جي كوساين الزاوية فاي فاي شرطة، ده ماله ده؟ ده خارج من الاكس روتيشن، يبقى ده بالناقص، تبقى البي ار هنا بإشارة ناقص، ناقص جي كوساين فاي شرطة، وفاي شرطة دي 360 ناقص فاي اللي هي بتساوي كوساين فاي، يبقى كده جبت البي ار، يبقى خدها اقدر اجيب كل حاجة وخلص. خلاص كده، كده احنا خلصنا الجزء بتاع الشيلز. اتمنى يكون يعني اديت لكم شوية افكار مختلفة. و وإن شاء الله نشوفكم على خير المرة الجاية. المرة الجاية إن شاء الله هنتكلم عن موضوع جديد اللي هو البليتس، الدكتورة نعمت يعني احتمال هي اللي هتديه، ف أتمنى لكم التوفيق. كي.